اليوم ان شاء الله نحضر معكم طبق راه جا رائع وممتاز، لا في الشكل لا في المذاق. كيف نال الاعجاب ديالي وعجبني، راه بغيت نشاركو معكم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم حتى نتوما ان شاء الله. طبق السرديل راه جا رائع، اروع من رائع. بلا ما نطول عليكم الفيديو، ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، عندي انا هنا كيلو ديال السرديل مغسول ومنقي كيف كتلاحظوا على هذا الشكل. غادي نسمو بتوابل العطريه، راه كيجي رائع. تبعوا معايا الفيديو. عندي هنا معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال القزبر حبوب، جوج فصوص ديال الثوم محكوكين، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، الملحه اختياريه على حسب الاذواق ديالكم. عندي معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، جوج معالق كبار ديال الزيت بلديه، جوج معالق كبار ديال الخل الحامض. هنا عندي جوج كيسان كبار ديال العنبه ديال الطحين، وكاس واحد ديال الطحين فاش غنفند السرديل باش غنقليه ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو وطريقه التحضير. غنبدا بالسوائل، هما الاولين عندي هنا الحامض، الخل الحامض جوج معالق، جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه، نضيف معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، انا هنا ما استعملتش القزبر ومعدنوس، غنكتفي بالقزبر حبوب فقط. اللي بغى يضيفو يضيفو، انا هنا ما ضفتوش حتى في الشكل كيجي ديالو بلا قزبر ومعدنوس كيجي رائع. انا عندي هنا كاس ديال الماء بارد، نضيفو شويه بشويه بشويه حتى يحصل على الخليط فاش غادي نشرمل السرديل. طريقه بسيطه وكنحصلوا على نتيجه رائعه، وحتى في الشكل ومختلفه بسيطه دغيا كيوجد. القياس فاش غادي نشرملو السرديل، نضيفوا الماء شويه بشويه حتى نحصلوا على الخليط على هذا الشكل. هذا صافي، دابا غادي ناخذ السرديل ونوضعو شويه شويه، نشرملو مزيان، نحاول نرقدها كامله باش يشرب داك العطريه كلها. صافي، غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله ديال السرديل اللي عندي. صافي، انا ما بقيتش كنقليه بالطريقه المعتمده باش كنقليوه، ولات هادي الطريقه باش كنصاوبو، حتى وليداتي كلاو ليا على هاد الشكل هذا، عجبهم بزاف. نحاولوا ندخلوا العطريه فيها كامله، الريحه ديال الثومه مع الخل ديال الحامض والتوابل راه كيجي رائع. نخليه يشرب العطريه مزيان ونقلبوا للجهه الاخرى عاوتاني هكاك. صافي، نكمل الكميه كامله. نعاود نقلب السرديل مزيان. صافي، تنحس بيه راه خدا العطريه كامله كيف كتلاحظوا. كيعجبني يكون شرب العطريه مزيان، كل ما خدا العطريه
مزيان راه كيجي رائع وبنين بزاف. انا غنديرو في الثلاجه يزيد يشرب لي العطريه لما نوجد الخليط الاخر ديال الطحين. خليناها في الثلاجه وخد العطريه شربها مزيان وبقى واحد الساعه ولا ساعتين، عرفتي ما تقنعوش منه كي كيجي في المذاق ديالو كيجي رائع. بالنسبه كنوجدوه في الصباح من توقس الوقت الغدا نقليه ان شاء الله. انا عندي هنا جوج كيسان ديال الطحين، قياس العنبه، هنا عندي معلقه صغيره ديال الثومه بودره، معلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ومعلقه كبيره ديال التحميره. هادو هما التوابل باش غادي نوجد الخليط ديال الطحين. نحاول نخلطهم مزيان على ما يتخلط لي الطحين مع العطريه. انا عندي الطحين فرص رطب، ممكن تستعملوا اي دقيق متوفر عندكم. عندي كاس كبير ديال الماء، غنبقى نضيف شويه بشويه نحصل على الخليط يجي معقد مجاري على حسب الدقيق. او ثاني كاين الدقيق اللي كيشرب الماء، كاين الدقيق اللي ما كيشربش الماء بزاف. غنزيد الماء عود تنحصل على خليط بحال الخليط اللي كنستعملو في معقودة. علاش كنديرو التوابل في هاد الخليط هذا؟ كيجي رائع وبنين وكيجي عاطي داك المذاق ديال العطريه ومقرمش في نفس الوقت، كيجي فن حتى الشكل ديالو كيجي ممتاز وما كيشربش الزيت كيجي رائع بصراحه. اي وصفه كنديرها حتى كنجربها وكتنال الاعجاب ديالي عاد كننزلها لكم. نتمنى حتى هاد الطريقه هادي تعجبكم ان شاء الله. باش كنقلي انا السرديل صافي، نخلي الخليط يرتاح. انا هنا غنزيد لهم نص معلقه صغيره ديال الخميره، نسيت ما ضفتهاش في الاول، غنضيفها دابا باش داك الخليط يختمر شويه ويضعف الحجم ديالو وكيزيد يتقال بالخميره. نسيت ما ضفتهاش في الاول عفوا. صافي نحركو مزيان ونحطو يرتاح على ما نخرج الخليط الاخر ديالي ديال السرديل، ونوريكم الشكل باش كنقليه ان شاء الله. بعد ما ارتاح لي الخليط هنايا ديال الطحين والعطريه، عندي هنا كاس واحد ديال الدقيق فاش غنفند السمك ديالي السرديل. شي كيشرب العطريه مزيان وزاد قبط راسو في الثلاجه. صافي مباشره نوضعو في هذا الخليط حتى نحس بها راه زدت ليا خليط مزيان السمكه ديالي، عاد غنوضعها في الدقيق. صافي نفندها في الدقيق مباشره، الزيت سخونه غنحطها تقلى. كنسخنو الزيت عاد كنبداو نخدمو في هذا الخليط هذا حتى كان على ما تسخن الزيت. صافي كنخدمو السمك ديالنا كتكون الزيت سخونه، حيت مباشره من كنحطوها في الدقيق صافي خصنا نقليوها. نوريكم وحده اخرى عاوتاني الشكل ديالها. عرفتي راني شف شرب لي العطريه صراحه راه رائع. صافي نعاود نفندها في هذا الخليط مزيان حتى نحس بها راه تهزت ليا الخليط، عاد غنحطها في الطحين. صافي ونوضعها في المقلاة حتى هي تقلى. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال السرديل كامله. كيف كتلاحظوا نفندوه في الخليط حتى نوضعوه في الدقيق. صافي نفس الطريقه حتى نكملو كامل ان شاء الله.
صافي نكملو ان شاء الله ونوريكم الشكل ديالو. راه بهذه الطريقه هذه راه كيجي صراحه رائع وممتاز بزاف والله القسم. الا غادي تجربوه غتولي معتمده عندكم هذه الطريقه هذه. غتنسيكم في الطريقه الاولى باش كنقليوه اللي كنديرو وحده على وحده وسط من نقص صبر ما عندناش ثومه. هاي الطريقه دي سهله وبسيطه وراه كيجي رائع حتى الدراري كيعجبهم صراحه وكياكلوه. صافي بعد ما يتحمر ليا في المقلة على جوج جويه كنحيدو منها. وعلى فكره راه دغيا كيتقلى حيت فيه داك الطحين وداك التوابل عرفتي راه دغيا وكيجي محمر كيجي رائع صراحه. انا عجبني على هذا الشكل هذا. ممكن لا عجبكم تحمروه اكثر من هكا كيف كتلاحظوا انا وضعته في المقله. كي كتحطيها دغيا كتقلى صافي كنقلبوا للجهه الاخرى. من كيتحمر على هذا الشكل هذا كنحيدو كيجي مقرمش بزاف وكيجي لذيذ. هذا هو الطبق ديالي كيجا جا رائع وممتاز لا في الشكل لا في المذاق. كيف كتلاحظوا راه جا رائع. نتمنى منكم تجربوه وكنشكركم على جميع التعاليق اللي كتخليو ليا وكتشجعوني بها. كنشكر الاخوات كلهم اللي كيتابعوني. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب وتابوناو في لاشين باش يبقى يوصلكم كل جديد وتفعلوا الجرس. ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.